ببث هذه الصور التي ستؤرخ وتوثق كما ذكرنا للدقائق الاخيره قبل ان يلتف حبل المشنقه على رقبه صدام حسين ويبدو هنا كما نلاحظ نوري المالكي يوقع على هذا المرسوم واذا كما تشاهدون معنا هذه هي الدقائق الاخيره للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين حيث يتم اصطحابه حاليا الى المنصه التي سينفذ عليها حكم الاعدام بحقه كما ذكرنا لكم فاننا سنكتفي بالصور الى لحظه وضع الحبل على رقبه صدام حسين كما نشاهد في هذه الصور التي وردتنا للتو وننقلها اليكم طبعا مباشره. وطبعا نذكر بان كان هناك من المفترض ان يصدر يعني راي قضائي في مساله بث هذه الصور وعلى ما يبدو وهذا الراي قد صدر حيث نلاحظ هذه الصوره لصدام حسين. اذا طبعا نذكر من جديد ان تنفيذ حكم الاعدام كان قد تم بصدام حسين على الساعه السادسه بتوقيت بغداد اي الثالثه بتوقيت جرينتش ها هو الان كان قد رفض